انطلاق للامام، وهذه الكره تبدو خطيره لها. الى بصاص في المكان الخطير، كره خطيره، الله الله، هذا امل كره القدم السعوديه القادم، هذا امل كره القدم السعوديه القادم. بصاص، يا لعيب يا لعيب يا بصاص، والجماهير الأهلاوية الكبيرة الغفيرة، تأتي الابتسامة الكبيرة ويأتي الهدف الثاني للنادي الأهلي، يتقدم تحت أنظار الرئيس السعيد الأمير فهد بن خالد الآن، لأن فريقه يتقدم على ضيفه شوى شقيقه نادي الجيش القطري. هذه الكرة، وهذه الكرة القوية اللي مرت وعبرت ووصلت واستقرت في الشباك، شباك نادي الجيش القطري، يتقدم الآن النادي الأهلي بهدفين نظيفين، هدفين نظيفين، 2-0 لفريق نادي الأهلي.